الذي لا يتعلق فقط بالمسلمين في فرنسا، لأن المسلمين في فرنسا هم ثاني أكبر جالية بعد في البلاد، ولكن أيضا يهمنا كمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الصورة السلبية التي للأسف الشديد تؤخذ هنا وهناك عن الإسلام، ولكن بفضل الله أعتقد أن رئيس الوزراء الفرنسي يعني من الشخصيات التي تهتم بحقيقة الأمر بعد الأحداث الأخيرة التي ضربت فرنسا بالجالية الإسلامية وبالإسلام. وعدة لقاءات حضرت أنا والإمام حسن في عدة لقاءات مع مدير الأمن هنا مثلا في جنوب فرنسا، أنهم يفرقون ويدركون أن هذه العمليات الإرهابية التي تحدث في اسم الإسلام، الإسلام منها براء. ووسائل الإعلام الفرنسية اتخذت موقفا، وأتمنى أن معظم الإعلاميين والإعلام في مصر وفي مشارق الأرض ومغاربها أنهم لا ينسبون داعش باسم أو لا يصفوها باسم الدولة الإسلامية. هي حقيقة الأمر إجراء غاية الأهمية. اعترف بالتقصير رئيس الوزراء الفرنسي فالس في أول تصريح له بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا، وهنا هذه الخطة تدخل في إطار هذا الأمر. وأعتقد أن الإمام حسن أعلم مني بهذا لأنه التقى برئيس الوزراء وله علاقة متميزة معه. قبل أن أتحول إلى الإمام حسن سيد خالد، وأرجو أن تبقى معنا، يعني النقطة الأولى هي تغيير مسمى داعش أو الترم أو المسمى اللي كان بتتناوله وسائل الإعلام خاصة الأجنبية، كانت دائما تقول تنظيم الدولة الإسلامية، هيتم تغييره إلى داعش، لأننا في مصر نستخدم هذا المصطلح، نحن نقول داعش هنا. ومعظم يعني حتى لو بعض من وسائل الإعلام بتستخدم اسم دولة الإسلامية، ولكن في كل لقاءاتنا هذا دور يعني العاملين في مجال الإسلام أو المهتمين بالإسلام، دور للإمام حسن شلبومي وغيره من منظمات العمل المدني، ودور لينا أنا كرئيس جمعية مصر فرنسا وأيضا عمل في مجال الإعلام، أننا يجب علينا أن نفرق لكن على مستوى الحكومة الفرنسية أو المستوى الرسمي للحكومة الفرنسية فعلا يفرقون. وأعتقد أن الرئيس الفرنسي نفسه استخدم وقال الإرهاب داعش ولم يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية. طيب ابقى معنا، نعم ابقى معنا سيد خالد. أتحول إلى الإمام حسن شلجومي، أجدد لك التحية. أولا، هل من اليسير إعادة تأهيل من ذهب في فكره إلى التطرف مرة أخرى، وبالتالي دمجه في مجتمع يعني هو مجتمع أجنبي زي فرنسا، حتى لو كان في الأساس كان ينتمي إليه قبل الاندماج في أو الانضمام إلى صفوف داعش؟ إمام حسن، هل أنت معنا؟ نعم أسمعك يا أختي. اتفضل. أحييك وأحيي شعب مصر الأبية، الشعب الذي يقهر سواء الظلمة أو كذلك يقهر كل من هؤلاء يتمرج باسم الدين، ونحيي هذا الشعب من قلبي. أحيي أستاذ خالد. بالنسبة لهؤلاء الشباب العائدين، هذه قضية عندنا نحن، صاحب الفكرة يرتد عن فكرته وصاحب العقيدة لا يرتد عن عقيدته. الذين شبعوا بعقيدة الموت وعقيدة التكفير ليس من السهولة، لأن هناك جانب ديني لابد نثبت لهم الآيات التي تعني بالجهاد والقتال والخلافة والشريعة معانيها ومصطلحاتها السليمة. ثم ثانيا كذلك هناك أمراض، هناك من عندهم ثقافة العنف، ربوا بذلك سواء المجتمع أو الأب أو الأم أو المحيط اللي حوله، فكيف ننزع ثقافة العنف منهم، هذه الثقافة الفاسدة الذين مبنية عنهم، لأنهم أغلبهم لهم سوابق عدلية سواء في الإجرام أو غير هذا. الحكومة الفرنسية يعني أخيرا هذه القرارات، لماذا؟ لأن هناك أولا أخذ أمر صارم، إذا يبقى هذا الأمر بهذا التصعيد ما حصل 2015 نحن نذهب إلى حروب أهلية في أوروبا. هناك تداعي لأصوات للتخوف من الإسلام، هناك المئات يموتون، المئات والناس في رعب وذعر، فالحكومة لابد تفعل الإجراءات الصارمة ضد هذا الفكر وردعه، سواء من ناحية الأمنية، سواء من ناحية القضاء، كذلك التصعيد القضاء إلى أعلى مستوى، وكذلك الناحية أخرى
أنهم يحاربون هذا الفكر بالمؤسسات. لذلك الدولة أخذت 40 مليون دولار أورو من أجل المجتمع المدني، الجمعيات اللي شغالة بمكافحة التكفير والإرهاب وهذا الفكر، وكذلك تكوين مراكز لغسل الدماغ. هم يحاولون جميعا، لأن ما ليس هناك علاج وعصا سحرية لذلك. دول العالم تعاني من ذلك. نعم. العالم العربي، العالم الإسلامي، صحيح، نعاني، ليس فرنسا فقط طبعا. فنحن نثمن على هذه الجهود. ثم أثمن على الأستاذ خالد كذلك وجهوده، خاصة الإعلامي وجنوب فرنسا الذي زرته مع الشباب هنالك. الآن مشكلتنا، أنا أتمنى من المشكلات الأولى هي قضية تصحيح المصطلحات. هذا في داخل الأمة الإسلامية، على الأزهر الشريف كذلك أن يتحمل مسيرته معنا في تكوين الأئمة. لابد هناك مرجعية فقهية سليمة، لأن في أوروبا تفشت بسبب الفراغ المرجعية الفقهية السلفية التكفيرية والمرجعية الإخوانية كذلك. الإسلام الاستدامي، الإسلام السياسي، هو الذي دخل في شبابنا، أفسد عليهم دينهم، فصار الملبوس والأسف الشديد ظاهره دين، باطنه حقد وكراهية، وكذلك سياسة خانقة لإفساد الشباب. طيب، وتدمير وتنمية. إمام حسن، منتدى الأئمة يعني ما هي طبيعة العلاقة بينكم، أو هل هناك قنوات اتصال بينكم وبين الأزهر كمرجعية دينية كما تقول؟ هل هناك أيضا تنسيق مع الأزهر في هكذا مشروع أو خطة تعلنها فرنسا لتصحيح هذه المفاهيم؟ أختي العزيزة، نحن بصدد تكوين معهد أوروبي في باريس بأموال رجال أعمال وغيرهم بدعم كذلك الفل الفرنسي. هنا نحن سنقوم بزيارة الأزهر الشريف، نريد من الأزهر الشريف تسمين أول شهائدنا، ثم تكون مرجعيتنا مرجعية الأزهر، وسطية الأمة. هذا الفراغ لا ينبت، وهذا التكفير وهذا الفساد والخراب والخطاب الضال، خطاب الكراهية والحقد، كيف يصل واحد يقع على المنابر ويكفر الناس ويكفر الذي لا دين له مثله؟ يعني يحكمون بحتمية النار للمسلم ولغير المسلم، كذلك للمسيحي، لأنه لم يجد ربما من يتصدى له منذ بداية الأمر، فإلى أن تفاقم الموضوع. طيب، خليني أرجع إمام شلجومي، أرجع مرة أخرى وأعود إلى مارسيليا حيث ضيفي الآخر السيد خالد شقير. سيد خالد، من الناحية الإعلامية أو تعاطي المجتمع الفرنسي، كيف هو بعد الإعلان عن هذه الخطة أو إنشاء هذه المراكز؟ لأنه في وقت من الأوقات كنا نعتقد أنه العالم الغربي أو الدول الأوروبية لديها مفاهيم أو ممارسات ضد الإسلام وضد العرب والمسلمين بشكل عام بعد تكرار هذه الحوادث الإرهابية. بالتأكيد، أشكرك على السؤال، لأن يعني بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت فرنسا وضربت بروكسل أيضا، زادت نسبة العنصرية والإسلاموفوبيا، يعني الإسلاموفوبي بصورة يعني كثيرة جدا، وتعرضت بعض من مراكز الإسلامية أو الأماكن الإسلامية من متاجر وغيرها، أيضا من متاجر في جزيرة كورسيكا، للاعتداءات من النازيين. أعتقد أن المجتمع الغربي، المجتمع الفرنسي على وجه التحديد، يعني يدرك أهمية هذا الخطر. تواجد 7 مليون مسلم بين أطياف الشعب الفرنسي، هذا التنوع الثقافي الحضاري الذي تمثله الديانة الثانية لفرنسا، الفرنسيين ما يخشونه ليس الإرهاب أو الإرهابي، الإرهاب عندما اختار فرنسا فعرف كيف، لماذا يختار فرنسا؟ اختار فرنسا لضرب هذه الوحدة، بضرب هذه هذا التعايش السلمي. يعني كما قام او الامام حسن شلجومي بعمل مثلا منتدى اسمه فيفرانسامبل او التعايش معا، التقوا فيه مع الديانات الاخرى، هذا هو الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا ما نريد عن طريق الاعلام كما اشرت حضرتك، هذا دورنا، ان احنا دائما بنتحدث عن الذي يمثل الاسلام ليس الإمام فلان أو الشيخ فلان أو علان، لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قرآن يمشي على الأرض، وبنحاول أن يعني نظهر كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الديانات الأخرى. هو دور كبير جدا، أعتقد أن رئيس الوزراء الفرنسي كان محقا عندما أكد على أن الذي سيتعامل مع طب في عجالة سيد خالد، لأن الوقت دهمنا، هل هذه الخطة تأتي كبديل
للقرار الذي أرادت الحكومة الفرنسية في وقت ما أن تتخذه بشأن سحب الجنسية من مكتسبي الجنسية والمتورطين في الانضمام إلى صفوف داعش، ولاقت وقتها معارضة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان؟ أعتقد أنها محاولة يعني لإيجاد مخرج، لأنهم الحقيقة الحكومة الاشتراكية ورئيس الاشتراكي ورئيس الوزراء ليسوا محظوظين، الظروف كلها ضدهم في كل المجالات. هي محاولة للخروج والمحاولة أيضا للحفاظ على وحدة الشعب الفرنسي ومختلف أطيافه ومختلف انتماءاته الفكرية وأيضا السياسية والدينية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد خالد شقير، كنت معنا مباشرة من مدينة مارسيليا الفرنسية. وأعود مرة أخرى في عجالة إلى الإمام حسن شلجومي رئيس منتدى أئمة فرنسا. الصعوبة اللي يمكن أن يواجهها هكذا مشروع من وجهة نظرك تكمن في أي الأشياء؟ يعني صعوبة تتحدثين عن أي مشروع يعني تكوين الأئمة أو مشروع الحكومة؟ نعم، لا أتحدث عن خطة الحكومة الخاصة بإنشاء هذه المراكز التأهيلية. نعم صح، المشكلة هي ليست بسهولة، ما هي نوايا هؤلاء العائدين؟ يعني ليس بالسهولة معرفتهم، لابد تكون مراقبة حذرة، لأن محمد مراح وغيرهم كانوا مراقبين من طرف المخابرات الفرنسية، ولكن في الأخير راوغوا المخابرات وقاموا بأعمالهم الإرهابية. هذه الصعوبة في الأولى. ثم ثانيا كذلك قضية القضاء، القضاء الفرنسي غير متأقلم مع هذه العمليات إلى الآن، يريدون يجدون حل للتغيير، لأن تعرفون ليس بسهولة تغيير. ثالثا من هم أهل لذلك؟ هل يثقون في الجالية الفرنسية المسلمة كذلك التي هي سواء تلعب دور في الأمن وغير ذلك؟ هذا المشكلة التي هي تدندن حول ذلك، وفي محاولة فشل أي مؤسسة من ذلك فتعود بالخيبة وتعود. طب هل تم استشارتكم بشكل شخصي حول هذه الخطة الحكومية كرئيس لمنتدى الأئمة؟ بلى نعم، الحمد لله كانت لقاءات مع رئيس الوزراء مكتبه خاصة، وكذلك وزارة الدفاع وكذلك وزارة الداخلية. نعم أخذوا آراءنا لمدة ساعات، أخذوا آراء كذلك من المختصين في هذا المجال، بالطبع أعطينا آراءهم، ونحن كذلك من الذين سيتدخلون عند هذه السجون أو المصطلح يعني ما يسمى بهذه المراكز، بالطبع من الأوائل الذين سنكون في مواجهة هؤلاء وفي استدراج وأعطاء المعلومات التي هي ربما تفيد في التغيير وفي الإصلاح. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الإمام حسن شلجومي رئيس منتدى أئمة فرنسا، كنت معنا مباشرة من باريس العاصمة. أشكر لكم دائما حسن متابعتكم لحلقات الاتجاه شمالا، وألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.